دستور يا الله، بشفاعة رسول الله، الهمة منكم يا أولياءنا. عبد الله المسكين يونس قبل سنوات طلب خدمتنا والعمل لدينا بحسب الطريقة التي أخذناها من أوليائنا. أخذنا يونس المسكين من سطوة النفس الأمارة التي كانت تسكنه، ووجهناها لتكون نفسا لوامة، وبنجاحه بامتحانه الدنيوي قلبنا تلك النفس اللوامة لتصبح نفسا ملهمة. هذا كان همنا، نجح في الامتحان على العتبة، ثم أخذناه من نفسه الملهمة التي تسكن داخله، ووجهناه إلى باب النفس المطمئنة، وحينها فقط الحق أعطاه وعرف الأسرار. النفس البشرية إما نفس راضية بعد الامتحان، وإما مرضية بعد امتحان آخر. بعدها مقامها هي النفس الصافية داخلها. الأمر والطاعة من حقه. من الآن نسلم الأمانة التي كانت لدينا لأهلها، وهو المسكين يونس عاش سر الولاية بأكمله، والآن نعطيه الأمانة بكامل القدسية. العباءة والعمامة
حماري داء الملامة وليس الولاية، ستضرب من دون يد وتشتم من دون لسان. داخل هذا الرداء الآن كلامك كلامنا وفعلك فعلنا أيضا. من الآن فصاعدا الدخان الآتي منك يصدر عن نار موقدنا الملتهب، والذي ستتعلمه الأخذ والعطاء الدائر في سوق الحياة. ما تراه العين هو، وما تسمعه الأذن هو، والمسير باتجاهه هو. ماذا بقي عليك بعد؟ ما الآتي؟ وهل ستبقى حيا حتى تراه؟ الأصل هو الله قبل وجودك. هذا ما علمني ربي وما علمتك. وقت الخروج إلى الطريق. من يثمل من الخمر خاسر، ومن يثمل من العشق يفتح الطريق. هيا تجهز وامضي على طريقك.